أعزائي مشاهدي قناة علوم زراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علوم زراعية مع إسماعيل البهنساوي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا بيهم كل المهندسين اللي بيشتغلوا في العنب وبيهم كل مزارعي العنب وأصحاب مزارع العنب. ناس كتيرة حضراتكم بتيجي عند قبل نضج المحصول العنب وبيسألوا إزاي أرفع السكر في العنب وإزاي احجم العنب علشان انا محصولي هيطلع تصدير، او لو مش هيطلع تصدير حضراتكم عايز يلحق يطلع بيه بدري علشان يلحق السوق ويلحق اسعار السوق. بنقول ايه بقى حضراتكم في موضوع سكر العنب والتحجيم في العنب؟ اولا حضراتكم العنب ده نوع من الفاكهة يختلف عن جميع انواع الفاكهة اللي احنا نعرفها. ليه بقى؟ لان شغل العنب حضراتكم عبارة عن اساس بتبني طوبة فوق طوبة فوق طوبة علشان توصل للمبنى اللي انت عايزه. فكل عمليات الفنية الخاصة بشغل العنب مرتبطة ببعضها البعض. لو في عملية اختلفت او اختلت هيختل معاك كل الشغل للآخر، وبالتالي هتحصل عندك ضربات في التحجيم وفي السكر وفي كل حاجة. طيب علشان انا بقى احصل حضراتكم على سكر كويس بدري، سكر جيد مبكرا، واخد حجم كويس، لابد ان انا اراعي من بداية الموسم نقاط محددة كل نقطة فيهم او كل عملية فنية فيهم اشتغلها على اكمل وجه، وبالتالي ان انا اقدر احصل على سكر مبكر وحجم جيد بدون ادنى مشقة. طيب بيبدأ الموسم بتاعنا حضراتكم بالتقليم. لابد حضراتكم في اثناء التقليم الشتوي للعنب ان انا التقليم بتاعي يكون جيد جدا وفي تناسق في اختيار الطروحات. لما اعمل كده حضراتكم انا هحصل على جيل تقريبا واحد من العنق من العناقيد بقدر المستطاع، وده هيكون سهل عليا في الخدمه، ما يكونش عندي عده اجيال ويصعب التعامل معها في الخف والتحجيم وبالتالي في النضج النهائي. يبقى حضراتكم التقليم الجيد واختيار طروحات متناسقه ده بيخليني احصل على جيل واحد من العناقيد، وطالما حصلت على جيل واحد من العناقيد هيسهل معايا العمليات الفنية اللي بعد كده الخاصة بالخف والتحجيم. احنا بنقول بقدر الامكان اخد جيل واحد لو انا رعيت موضوع التقليم الجيد واختيار الطروحات والتناسق في اختيار الطروحات ومواصفات الطروحات تكون موحدة، ده بيخليني اخد جيل واحد بقدر المستطاع، وبالتالي بيسهل عليا عمليات الخف والتحجيم اللي بعد كده، وده شيء مهم جدا جدا. يبقى احنا هنا عشان اخد سكر وحجم عند النطق ببدأ من التقليم، ببدأ اراعي موضوع التقليم اولا. تمام. الحاجة التانية حضراتكم لازم يكون عندي ادارة جيدة لرش الدروميكس علشان التخريج بتاعي يكون متجانس وجيد. لو انا رشيت دروميكس بتركيز جيد وعندي ادارة قوية في رش الدروميكس، وان انا تقريبا ما باخرش في رش الدروميكس وبرش بكفاءه عاليه جدا، مفيش عين او برعم بعديه في رش الدروميكس، ده هيخلي حضراتكم عندي طبعا التخريج كله متناسق ومتجانس، وده هيخدمني في موضوع التحجيم والسكر. طبعا الحاجه الثالثه حضراتكم اداره
نموات المجموع الخضري. لازم حضراتكم يكون عندي توازن، او انا اعمل توازن بين المجموع الخضري والمجموع الثمري، وده بيتم حضراتكم بعدم طرق اي نموات ملهاش دور. النموات اللي ملهاش اي دور في شجرة العنب او في راس شجرة العنب دي بتنافس لي العناقيد على الغذاء وبتأخر لي الحجم والسكر، فلابد ان انا يكون عندي ادارة جيدة لنموات المجموع الخضري. النقطة الرابعة الخاصة بعملية التحجيم والسكر في العنب، عشان ياخد تحجيم مبكر وسكر مبكر، لابد حضراتكم ان انا اتبع برنامج ري وتسميد ورش المغذيات، يكون برنامج قوي جدا ومتناسب مع كل حوش عندي في المزرعة على حدة. ما ينفعش حضراتكم اعمل برنامج واحد لكل الحوش اللي عندي في المزرعة، ممكن يكون عندي 4 أو 5 أو 6 أو 10 أو 20 حوشة في المزرعة، فما ينفعش أعمل برنامج موحد حضراتكم لكل حوش المزرعة، لا، في عندي حوشة كويسة جدا وفي حوشة متوسطة الوضع وفي حوشة ضعيفة جدا، فلابد إن أنا لما أجي أعمل برنامج ري وتسميد ورش مغذيات للمزرعة عندي أراعي وضع وموقف كل حوشة على حدة. حتى حضراتكم في نفس المزرعة الواحدة بنلاقي ان التربة بتختلف خصوبتها من حوشة لحوشة، بتختلف مشاكلها من حوشة لحوشة، فلابد ان انا اعمل برنامج تسميد ورش مغذيات وبرنامج ري يتناسب مع كل حوشة على حدة. فاصل ونواصل كلامنا عن ازاي تاخد سكر مبكر وحجم كويس بدري جدا في العنب. فاصل ونواصل، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية علشان نكمل موضوعنا عن ازاي اخد سكر عالي مبكر وحجم جيد مبكر في العنب. بنقول الخطوة الخامسة حضراتكم ان انا لازم يكون عندي عملية ضبط الحمل دي وتحديد عدد العناقيد مبكرا جدا، وبرضو عدد الحبات في كل عنقود، لازم الموضوع ده احدده بدري جدا، ده هيفرق معايا في التحجيم وفي السكر. الخطوة السادسة حضراتكم، بعض الأحيان بيتم تقليل عدد العناقيد أو الحبات على العنقود، يعني أقلل في عدد العناقيد، أنا خلاص ضبطت العدد بتاعي، عدد العناقيد وعارف متوسط كل عنقود فيه حباية، ممكن بعد شوية ببص ألاقي السكر لسه بطيء معايا وأنا عايز أجري موضوع السكر، فأجي أعمل إيه؟ أقلل شوية في عدد العناقيد، ممكن أشوف عنقود ضعيف أشيله، عنقود مصاب بالطيور أو نقرة الطيور أشيله. وانا مش هشيل عنقود كامل، ممكن اخف الحبات نفسها. حضراتكم السكر لما بيتوزع على عنقود فيه 90 حباية غير عنقود فيه 85 غير عنقود فيه 80 غير عنقود فيه 75 حباية، السكر بيفرق حضراتكم في الحباية الواحدة، كونك تشيل حباية واحدة من العنقود ده بيفرق معاك في موضوع تجرية السكر وتجرية الحجم. في حاجة تانية ممكن نعملها حضراتكم كحل من ضمن الحلول ان انا اسرع موضوع التحجيم والسكر عندي، ممكن حضراتكم اخد جيل بدري سكره اقل من 14 ووديه سوق منخفض شوية في السعر، سوق دول العربية مثلا، اخد من كل شجرة عنقود او اتنين ويبقى سكرهم اقل من 14، ودول حضراتكم اروح اوديهم سوق اقل شوية في السعر، سوق عربي، الامارات، السعودية، قطر، الكويت، ايا كان. تخيل حضرتك العنقود او العنقودين اللي انا هشيلهم من كل شجره دول هيفرقوا معايا جدا جدا بعد كده في باقي العنقود اللي قاعده من حيث الحجم والسكر، هبص الاقي جري معايا شويه، وبعدين لما انا السكر والحجم يجروا معايا شويه بعد ما شلت عنقود او اتنين هاخد سوق كويس جدا، هودي سوق سعره كويس جدا يعوض لي سعر العنقود او العنقودين اللي انا شلتهم في الاول وخدت فيهم سعر قليل. ده حضراتكم حل من ضمن الحلول، ان احنا بنقول نجرح الشجرة او نجرح المحصول بتاعنا باننا اخد عنقود او عنقودين من كل شجرة حتى لو سكرهم اقل من 14 واوديهم سوق اقل شوية في السعر
بس باقي العناقيد اللي قاعده حضراتكم هتجري جدا في الحجم والسكر، وبالتالي هوديهم سوق كويس سعره كويس هيعوض لي العنقود او العنقودين. الحاجه اللي بعد كده حضراتكم ان انا ممكن اعمل خصي تاني للعناقيد. انا عملت في مرحله سابقه خاصي للعنقيد، اجي قبل النضج ممكن اشيل 3 4 حبات من ديل العنقود، مش هيأثروا معايا قوي كوزن ولا حاجه، بس هيفرقوا معايا جدا في تحجيم باقي العنقود وفي تجريه السكر في باقي العنقود. خليكم معايا في فاصل وهنواصل، هنقول لكم بقى بعض المواد الكيميائيه المهمه جدا اللي بتسرع لي عمليه تجريه السكر وعمليه حضراتكم التحجيم. وقبل ما نروح الفاصل احب انوه على نقطه مهمه جدا جدا حضراتكم، ان مساله الضوء ضوء الشمس غير المباشر له تاثير بنسبه 50% على موضوع السكر والحجم. حضراتكم ضوء الشمس الغير مباشر اللي بنسميه في مزارع العنب ضوء جلد النمر، ده موضوع مهم جدا جدا في عمليه تجريد السكر معايا، فلابد ان انا ما يبقاش عندي اماكن مظلله جدا واستنى السكر بتاعها يجري بسرعه او الحجم بتاعها يجري بسرعه، فلابد ان عينيا على طول تلاحظ اي مكان بدا يكون فيه تظليل كثيف نوعا ما، امشي اورق واكشف. التكشيفه دي حضراتكم بتفرق معايا جدا قبل النضج في تجريه عمليه السكر وعمليه التحجيم. هنروح فاصل وبعد كده هنرجع حضراتكم، هنتكلم بقى على بعض المركبات الكيميائية اللي لها دور سحري جدا جدا في تجرية عملية السكر والحجم وكذلك التلوين بالنسبة لأصناف العنب الملونة. فاصل ونواصل، خليكم معايا، هنرجع تاني نكمل كلامنا عن ازاي اوصل لسكر وحجم بدري في محصول العنب. ورجعنا حضراتكم علشان نكمل موضوعنا عن ازاي اوصل لحجم وسكر مبكر في العنب. هتكلم دلوقتي بقى عن مركبين كيميائيين مهمين جدا جدا لا غنى عنهم في تسريع عملية السكر والتحجيم في العنب. اول مركب حضراتكم اسمه سترا جروب بوتاسيوم او سترات بوتاسيوم، يعني سترا جروب بوتاسيوم ده منتج خاص بشركة معينة، عشان ما يكونش الموضوع دعاية، انا اقصد ان يكون المركب اللي هيستخدمه سترا بوتاسيوم. يعني ايه سترا بوتاسيوم حضراتكم؟ يعني البوتاسيوم في صورة هيدروكسيد بوتاسيوم زائد حمض الستريك اللي هو ملح الليمون. دول حضراتكم تركيبة السترا بوتاسيوم، ايا كان بقى الاسم التجاري بتاعه سترا جروب بوتاسيوم او ايا كان الاسم التجاري، المهم ان المادة المكونة لهذا المركب عبارة عن حمض الستريك او ملح الليمون زائد بوتاسيوم في صورة هيدروكسيد بوتاسيوم. والمركب ده حضراتكم ما ينفعش استخدمه تسميد ارضي علشان خاطر البوتاسيوم فيه في صوره هيدروكسيد بوتاسيوم، ودي ماده قلويه هترفع لي البي اتش، ولو ارتفع البي اتش حضراتكم هيبقى صعب ان النبات بتاعي او شجره العنب تمتص العناصر الغذائيه الموجوده في التربه. فافضل شيء لاستخدام سترات البوتاسيوم هي المعامله رش على المجموع الخضري بمعدل من 4 الى 5 جرام على اللتر او على حسب التوصيات المكتوبه على العبوه. المركب الثاني حضراتكم هو حمض الفولفيك او الفولفيك اسيد، ده مركب خطير جدا 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 ليه فوائد لا تحصى في موضوع العنب بصفه خاصه وفي الزراعه بصفه عامه. الفولفيك اسيد ده حضراتكم شغله كله ان هو بيساعد على تيسير العناصر الموجوده في التربه وتوصيلها للنبات، بيساعد على تيسير الحديد الزنك المنجنيز الكالسيوم، بيساعد على تحرير السيتوكاينين الداخلي الموجود في النبات. يعني ده مادة أو مركب بيحول العناصر الغذائية المهمة جدا للنبات، بيحولها من صورة غير ميسرة للامتصاص إلى صورة ميسرة للامتصاص، ودي حاجة أنا بحتاج ليها جدا جدا في مرحلة ما قبل نضج العنب علشان آخد السكر البدري والحجم البدري. يبقى إحنا كده حضراتكم لو اختصرنا الحلقة بتاع النهاردة، إحنا اتكلمنا حضراتكم على إزاي إن أنا أحصل على
سكر بدري وحجم بدري في العنب، قلنا لابد من مراعاة العمليات الفنية من بداية الموسم، لابد التقليم يكون جيد والطروحات متناحية متناسقة، يكون عندي إدارة جيدة لرش الدروميكس، يكون عندي إدارة لنموات المجموع الخضري، وقلنا هنشيل النموات اللي ملهاش لازمة علشان ما تنافسش العناقيد على الغذاء، وقلنا حضراتكم لابد إن أنا يكون عندي برنامج تسميد ورش ورش مغذيات وبرنامج ري قوي جدا ويكون متناسب مع الحوشة اللي أنا بشتغل عليها. ما ينفعش أعمل برنامج موحد لكل حوش المزرعة، كل حوشة بتختلف على حسب خصوبة التربة وقوة الشجرة وحجم الترنك بتاع الشجرة وشكل الطروحات وحجم الطروحات وقوة الطروحات من عدمه، فلابد إن أنا أعمل برنامج تسميد ورش مغذيات وبرنامج ري يتناسب مع كل حوشة على حدة. وقلنا حضراتكم ان انا لازم اضبط عمليه الحمل اللي على الشجره، عدد العناقيد وحجم وعدد الحبات في كل عنقود، وقلنا ان احنا ممكن نتخلص من بعض العناقيد في مرحله ما قبل النضج علشان اسرع السكر، او لو مش هتخلص منها اعمل عمليه خاص تاني للعناقيد بحيث ان انا التلات اربع حبات اللي بشيلهم من ديل العنقود بيسرعوا لي في موضوع الحجم والسكر. وقلنا ان انا ممكن اعمل تجريح للمحصول بتاعي بان انا باخد عنقود او اتنين من كل شجره بيكون سكرهم اقل حاجه بسيطه من 14 واصدرهم لدوله عربيه او بطلعهم لسوبر ماركات فخمه باسعار كويسه. صحيح مش هيبقى باسعار التصدير، ولكن العمليه دي بتخلي باقي العناقيد اللي على الشجره بتسرع جدا من عمليه النضج، اي يعني الحصول على سكر مبكر وتحجيم مبكر. وقلنا حضراتكم بقى ان انا عندي بعد كده مركبات كيميائية مهمة جدا جدا في العنب، لابد ان انا اشتغل بيها علشان احصل على حجم وسكر بدري، وكذلك بالنسبة للعنب الملون اخد اللون اللي انا عايزه في التوقيت اللي انا عايزه. فقلنا اول مركب هو عبارة عن سترا بوتاسيوم، وفي مركب معروف جدا جدا، والله دي مش دعاية بس ده عن يعني تأكيدا عن تجربة عملية، في مركب اسمه سترا جرو بوتاسيوم، تحديدا كده سترا جرو بوتاسيوم، مش عارف هو انتاج شركه ايه، ممكن تخش على حضرتك على جوجل سيرش جوجل وتبحث سترا جرو بوتاسيوم، مش فاكر اسم الشركه الموزعه لهذا المنتج. فالمركب ده عباره عن قلنا السترا جرو بوتاسيوم عباره عن بوتاسيوم زائد حمض الستريك اللي هو ملح الليمون، وقلنا البوتاسيوم في صوره هيدروكسيد بوتاسيوم يعني ماده قلويه شديده القلويه، فما ينفعش ان انا سترا جرو بوتاسيوم استخدمه تسميد ارضي بتاتا علشان هيرفع لي قلويه الارض وبالتالي هيرفع لي البي اتش، وبالتالي شجره العنب مش هتقدر تمتص العناصر الغذائيه الموجوده في التربه لما يرتفع البي اتش. وقلنا السترا جرو بوتاسيوم بنستخدمه حضراتكم ارش على المجموع الخضري، وممكن اقرر الرش بعد اسبوعين من المعامله الاولى، وبيكون تركيز الرش عندي من 4 ل 5 جرام على اللتر او على حسب التعليمات الموجوده على العبوة اللي عاملها المصنع او الشركة الموزعة. وقلنا المركب الثاني بقى حمض الفولفوليك او الفولفوليك اسيد، ده مركب خطير جدا جدا حضراتكم، بينقل ومش للعنب بس لكل الزراعات حتى في الخضار حتى في البرسيم الحجازي، الفولفوليك اسيد ده حضراتكم بيحول العناصر الغذائية الموجودة في التربة اللي هي مش ميسرة للامتصاص اللي مش قادر النبات يمتصها اللي هي ممسوكة او مربوطة، بيحولها الى عناصر حرة ميسرة للامتصاص، وبالتالي انا في مرحلة ما قبل النضج في العنب محتاج سكر بدري وحجم بدري، فالفولفيك اسيد ده بقى بيخلي بالبلدي كده بيفور التربة، يعني بيفور العناصر الغذائية الموجودة في التربة ويجعلها كلها ميسرة للامتصاص، بيفور الحديد الزنك المنجنيز الكالسيوم، بيحرر لي السيتوكانين الداخلي، كل الكلام ده كله بيبقى مهم معايا جدا في موضوع تحجيم العنب وسكر العنب. انتهت حلقة النهاردة عن ازاي ان انا اسرع السكر والحجم في العنب، يا رب اكون وفقت في ان انا اقدم مجموعة معلومة جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوش اللايك علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد إن شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.